تعقد مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الراهنة عدداً من الندوات التثقيفية والتوعوية، ومنها جامعة الإسكندرية لتعريف الشباب بالجامعات المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحثهم على التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد. ومن المقرر أن تستمر الندوات حتى 16 من أكتوبر الجاري، إذ عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ندوتها في جامعة السويس. الفكرة بدأت من 3 سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى الجمهورية. الحقيقة جامعة اسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة، من ضمنها القطاع الطبي عن طريق القوافل الطبية. احنا بنعمل قوافل طبية على مدار العام، تقريبا كل شهر في قافلة طبية لإحدى المناطق النائية حوالين اسكندرية. النهارده طبعا المشاركة والعدد الكبير اللي حاضر ده بيعكس مدى وعي الشباب واقتناعهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأن فعلا هم لما سمعوا النهاردة من المسؤول عن المبادرة فعلا معلومات جديدة، ظهر جدا حجم الجهد، ظهر جدا أن كل قطاعات المجتمع المصري وكل وزاراته بتشارك، لأنه زي ما فخامة الرئيس أطلق المبادرة هي مشروع قومي. احنا موجودين عشان بنعرفهم بكم الإنجازات اللي اتعملت في مبادرة حياة كريمة، وايضا اللي عملتها مؤسسه حياه كريمه، وكم التحديات اللي واجهتنا خلال الفتره اللي فاتت واللي لسه بتواجهنا، والحمد لله قدرنا نتغلب عليها جميعا. احنا شغالين في حياه كريمه من 2019 بالظبط، بنعمل شغل على المستوى الارض، بنجمع الحالات وبنشوف القرى اللي محتاجه، وبنحاول نوصل للناس على الارض، مش بس مجرد ارقام بتجيلنا من جهات مسؤوله، ولكن بنحاول ان احنا نوصل لكل المواطنين على مستوى الارض اللي فعلا محتاجين مساعده. لما عرفت بمبادره حياه كريمه حبيت اشارك فيها، ان انا اضيف حاجه من اللي انا اعرفها فيها، وبصراحه هي مؤسسه كبيره جدا. شاركنا في مبادره وصله الخير، وشاركنا في التعليم، وشاركنا في بناء بيوت، وشاركنا في مبادره ابدا، والمؤسسه بتشارك في حاجات كثيره جدا بتفيد البلد وتفيد الناس.